السلام عليكم، عبد الشريفي أتيسي تيماك أجرو الجزائر، ولاية بازا. تيماك أجرو الجزائر معروفة بتخصصها في التغذية النباتية. ولاية بازا هي ولاية ساحلية معروفة باختلاف المحاصيل فيها، منها الخضروات والأشجار العنب. أهم محصول محاصيل في الولاية هو محصول العنب. اليوم رانا متواجدين في أكبر حقل من حقول العنب للمرافقة التقنية للفلاح. هذه المرافقة تكون يومية ودائمة بهدف زيادة الإنتاج وزيادة النوعية. هذا يتمثل في أهم دور من أدوار أتيسي في تيماك أجرو الجزائر. بارك الله فيكم والسلام عليكم.